السلام عليكم. الحصاد السياسي في العام 2016 بدأ هذا العام بإرث سابقه من جمود العملية السياسية في بلادنا منذ الانقلاب، ثم كسر الجمود وشهدت ملفات البلاد تحركات وتغيرات في المشهد السياسي. انطلق العام بقرار سياسي مهم تم اعتماد 11 من فبراير فيه يوما وطنيا، ثم كان تعيين علي محسن الأحمر نائبا لرئيس الجمهورية وبن دغر رئيسا للحكومة. كانت تلك الخطوة بحسب كثيرين مفشلة لخطة كان يتم الحديث عنها بتسليم السلطة إلى رئيس توافقي. المشاورات السياسية في الكويت برعاية الأمم المتحدة بمحطتيها كانت أهم حدث سياسي متابع خلال العام بكل ما شهدته من شد وجذب. استغلت الميليشيا الانقلابية تلك المشاورات على الساحة العسكرية من أجل استعادة معظم الأراضي التي فقدتها في وقت سابق، بالإضافة إلى إعلانهم لتشكيل مجلس سياسي انقلابي. على صعيد آخر، وعلى الرغم من أنه كان قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى، إلا أن نقل البنك المركزي إلى عدن حمل من الدلالة والأهمية السياسية الكثير، إذ يرى مراقبون أن القرار شكل ضربة قاسمة للانقلابيين وجفف بعض موارد المجهود الحربي التي كانت تعتمد عليها الميليشيا في معركتها ضد الجمهورية وشرعيتها. ولم تأتي نهاية العام قبل أن تجتمع اللجنة الرباعية الدولية بخصوص اليمن، والتي أنتجت ما عرف بخطة كيري المثيرة للجدل، والتي استفزت جموع اليمنيين الذين وضعوا الكثير من علامات الاستفهام حول الموقف الأمريكي وتعامله مع الانقلابيين بتلك الصورة، خاصة أن الانقلابيين وبالتوازي مع تلك الخطة شكلوا ما أسموه حكومة الإنقاذ الوطني التي في النهاية لم يعترف بها أحد. حول حصاد الأحداث السياسية التي حملها العام الذي يقضي لحظاته الأخيرة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. ينضم لي في الاستوديو للنقاش الباحث والمحلل السياسي الأستاذ جمال المليكي. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش لكن بعد أن نتابع معكم هذا التقرير. من عام إلى آخر يقطع اليمن أشواطا جديدة من مسيرته في مقاومة الانقلاب واستعادة الدولة، مسيرة ازدادت تحدياتها ليس فقط بالنظر إلى تصاعد كرة النار، وإنما كذلك بسبب تصلب مواقف الانقلابيين الرافضة لعملية السلام والتجاذبات الإقليمية والدولية والإسناد الإيراني المحمول على شكل أسلحة مهربة ودبلوماسية ناعمة. عاشت اليمن هذه التطورات وسط محاولات لفاعلين دوليين بتمرير صيغة تسوية تكافئ الانقلابيين على حساب الشرعية المعترف بها، لكن الحكومة ومن ورائها التحالف وقف سدا منيعا أمام تجاوز المرجعيات أو طبخ نصف تسوية على حساب تضحيات ودماء اليمنيين. ومنذ بداية العام 2016 أخذت الحكومة على عاتقها شكلا من أشكال المقاومة، ليس على الصعيد الدبلوماسي فحسب، وإنما على صعيد ترتيب البيت الداخلي وإقرار وإنجاز بعض الاستحقاقات. كانت البداية مع قرار الرئيس هادي باعتماد 11 من فبراير يوما وطنيا. عقب ذلك بدأ الرئيس بترتيب بيته الداخلي وأطاح بحكومة بحاح وتشكيل حكومة بديلة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائبا للرئيس، وهو ما أفشل خطة كان يجري الحديث عنها بنقل السلطة إلى نائب توافقي. بالتزامن مع هذه الإجراءات خاضت الحكومة جولة ثالثة من المفاوضات مع الانقلابيين في الكويت برعاية الأمم المتحدة. تعثرت المفاوضات وخاض الطرفان جولة رابعة أفضت أخيرا إلى مشروع اتفاق رفض الحوثيون وحليفهم التوقيع عليه في مرأى ومسمع من العالم. على الأرض كان الانقلابيون يصعدون من عملياتهم العسكرية ويبالغون في قصف تعز وبعض المحافظات ومناطق التماس، كما صعدوا من إجراءاتهم السياسية في تحد واضح للمجتمع الدولي وإفشال لمساعي السلام. وفي محاولة للهروب إلى الأمام أعلنوا تشكيل مجلس سياسي لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وحاولوا نفخ الروح في مجلس النواب المنتهي شرعيته لتشريع إجراءاتهم الانقلابية، وشكلوا حكومة برئاسة عبد العزيز بن حبتور، لكن إجراءاتهم هذه فشلت في إقناع الداخل والخارج وجوبهت بإدانة ورفض العديد من الدول والأمم المتحدة. الحكومة بالمقابل لم تستمر في الإصغاء لخطوات المبعوث الأممي البطيئة وانتظار ما ستسفر عنه مساعي السلام، حتى ذهبت لسحب المؤسسة المالية من تحت بساط الانقلابيين، ونجحت في نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن والشروع في عملية صرف مرتبات الجيش والأمن، كما أقرت بنقل عائدات النفط والغاز ما اعتبره كثيرون ضربة موجعة للانقلابيين ومحاصرتهم اقتصاديا وخطوة مهمة في طريق تجفيف موارد الحرب واستعادة ثقة الشارع بها. من رحم المساعي الدبلوماسية ولد إخفاق آخر
إخفاق حمله رفض الحكومة اليمنية لخطة السلام المقدمة من المبعوث الأممي معززة بمقترحات الخارجية الأمريكية على أساس شرعنة الانقلاب وليس حله. تكمن الخطة في شرعنة الانقلاب وليس التخلص منه، ومن تبعاته ذلك ما أكدت عليه اللهجة الصارمة للشرعية باعتبار الخطة قائمة على إزاحة الرئاسة وجعل القوة المحتمية بها على هامش الحل ولم تتطرق لأسباب الحرب. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا في الاستوديو وبالضيوف الذين سينضمون لنا تباعا. أستاذ جمال، إذا ما بدأنا بالحديث حول تقييم عام، كيف رأيت العام 2016 من الناحية السياسية بما حمله من الكثير من المحطات خلال العام؟ كيف كان أداء الجميع بهذا العام؟ هو كان عاما كثيفا من حيث الحراك السياسي، باعتقادي أنه كان عام إذا وضعنا له عنوان هو المحاولة المستميتة من قبل الشعب اليمني ومن قبل السلطة الشرعية في استعادة الدولة. كان هناك دعني أقول بشكل عام محاولة جادة ومحاولة مستميتة، ودعني أقول ما يدل على إصرار حقيقي في اتجاه استعادة الدولة. هذا ربما هو العنوان الأبرز الذي يضعه دعني أقول كل من يقترب من الوطن، كل من يقترب من اليمن وهو في هذه اللحظة الراهنة. كان هناك محاولة جادة، كان هناك إصرار من قبل المجتمع اليمني أولا ومن قبل الشعب في الميادين سواء بأشكال الصمود المختلفة، ثم كان هناك من قبل الشرعية تحت هذا العنوان العام كذلك إصرار في هذا الاتجاه. طيب إلى أي مدى، إلى نهاية هذا العام ومن خلال الجولات السياسية التي مرت فيه سواء من مفاوضات أو حتى من يعني تعامل دبلوماسي وحديث خلف وسائل الإعلام، إلى أي مدى أحسست أن الشرعية يعني أجادت في عملها من الناحية السياسية؟ كم هو التقييم المناسب لهذه الفترة بمجملها؟ أولا دعنا نقول أنها نجحت على الأقل في تأسيس أرضية دعني أقول صالحة للاستمرار أو يمكنها أن تصمد لفترة طويلة في مقاومة هذه الحركة الانقلابية المتمثلة بالمخلوع صالح وجماعة الحوثي. هذا يعني ليس فيه شك، استطاعت استرداد كثير من الأراضي اليمنية، استطاعت التقدم في بعض الجبهات. هذا إذا تكلمنا على الجانب الإيجابي. بالنسبة لي من وجهة نظري كان هناك على الأقل ملاحظات ثغرات وملاحظات. أنا بالنسبة لي تحدثت عن فكرة الشرعية وروح الشرعية، الشرعية في الجانب القانوني أنه نحن أمام شرعية قانونية، شرعية معترف بها إقليميا ودوليا، لكن روح الشرعية هو ما الذي يمس المواطن بشكل مباشر. على الأقل في المناطق المحررة وجدنا أن هناك دعني أقول عدم إنجاز حقيقي على الأرض من قبل الحكومة السابقة بشكل كبير، وأيضا الحكومة الحالية، وإن كان هناك فرق وبعض الإنجازات التي بدأنا لمسناها مؤخرا، لكن في البداية كان هناك تململ في إنجاز ماذا يحتاج رجل الشارع المواطن البسيط في المناطق المحررة. كنا نحتاج، وأنا أسمي هذا هو روح الشرعية، هو أن يلمس المواطن البسيط أنه في المناطق المحررة هناك شرعية تقترب منه بخدمات ولو بسيطة، يشعر من خلالها أن هناك شرعية حقيقية يحس بها ويشعر بها، وبالتالي يكون أكثر انتماء لها وتصبح نماذج للمناطق غير المحررة. يصبح المواطن في المناطق غير المحررة ينظر بنظرة تفاؤلية إلى المناطق المحررة، وبالتالي يحدث نسيج اجتماعي متناغم مع الشرعية، وهذا يشكل حسم يعني أو يساعد في حسم المعركة بشكل جوهري وبشكل عميق. طيب هذا الأمر يرتبط كثير في يعني على الصعيد الداخلي تحديدا أو الجبهة الداخلية فيما يتعلق بموضوع الدولة الاتحادية والقيام بكثير من الخطوات نحو العمل والبدء بهذا المشروع. من هذه الناحية هل هناك خطوات على الأرض، ملامح سياسية واضحة لتشكل ما يمكن أن يعتبر خطوة أولى في سبيل الدولة الاتحادية القادمة؟ هو من يعني من الصعب الحديث عن نقطة جزئية كهذه في ظل الوضع يعني الوضع يعني برمته لا يحتمل الحديث عن تحركات في هذا الاتجاه بشكل دعني أقول جوهري وبشكل كامل، لكن يمكن أن تبدأ بعض المقدمات، يعني ربما المشهد يحتمل بعض المقدمات في هذا الاتجاه في اتجاه الاتحاد، لكن الوضع ربما لا يسمح بالذهاب إلى النهاية
في موضوع الحديث عنه. يعني هي الفكرة أن هناك من يقول أن بدأت الشرعية بمواجهة الأفكار التقسيمية وأفكار الانفصال التام بزرع بعض الخطوات على هذا الطريق، على طريق الدولة الاتحادية في الكثير من المناطق في الجمهورية. هل حدث ذلك أم لم يحدث إلى الشكل البعيد الذي يرى؟ أنا أعتقد أن الجو المناخ السياسي لا يساعد الذهاب في هذا الاتجاه بالشكل الكلي، لكنه قد يساعد في بداية مقدمات دعني أقول يعني مثلا في بعض المناطق الجنوبية أن يكون هناك بعض الخدمات التي تكون مقدمات لفعل من هذا، مع أني يعني أعتقد أن المناخ السياسي غير مناسب للذهاب في اتجاه الحديث عن اليمن الاتحادي بالشكل الكلي الذي ربما كان مرسوم في وثيقة الحوار. يعني هو بطبيعة الحال داخليا لا يمكن الحديث عن فعل سياسي كبير، خاصة بوجود معركة شرعية ضد انقلاب واستمرار هذه المعركة خلال هذا العام مع وجود التجاذبات الدولية. لكن هل حصلت يعني مراحل أو نقاط يمكن الوصول إلى أنها تجاوزت الموضوع الإداري المباشر إلى أنها صنعت قرارا خلال هذا العام، قرارا سياسيا من شكل يعني بشكل ما أو بآخر؟ هو يعني أثبتت الشرعية أنها على الأقل استطاعت أن تخرج الحوثيين من مناطق سيطروا عليها، طردتهم إلى خارج هذه المناطق. هناك شكل من أشكال الإدارة لهذه المناطق، أخفقت في ملفات ونجحت في ملفات. هذا ربما المشهد يعني برمتي، وهو تقدم حقيقي يمكن البناء عليه والانطلاق في خلال الفترة القادمة ربما لما هو أفضل. لكن هناك إنجازات حقيقية على الأرض تشهد لها الوقائع على الأرض، يعني هذا ليس هناك فيه أي مبالغات، أنه استطاعت الشرعية ومساعدة التحالف أن يخرج الحوثي من مناطق سيطروا عليها ومناطق حساسة كالجنوب، ويعني الجنوب بأكمله ومأرب وفي مناطق كثيرة من تعز وفي كثير من المناطق هناك تقدم حقيقي، وانتقل من طرد للحوثيين إلى أن أصبح هناك محافظ وأصبح هناك من يدير كمارب مثلا وكعدن وكمناطق أخرى، أصبح هناك إدارة حقيقية لهذه المنطقة. والآن مؤخرا أصبحت الجوازات مثلا كرمزية للمواطن بشكل مباشر تصدر من مارب، وأصبح المواطن يحصل على الجواز من مارب وربما من عدن ومن مناطق أخرى وحتى من السفارة خارج الجمهورية. طيب إذا ما دخلنا إلى جوانب سياسية أخرى وقبل المضي إلى موضوع المفاوضات والتعقيدات التي يعني كانت موجودة، هناك من يطرح على أن قرار الرئيس باعتبار اعتماد يوم 11 من فبراير كيوم وطني مثل نوع من رمزية لانتصار ما في معركة الشرعية ضد الانقلابيين، هل تتفق مع ذلك؟ أتفق مع ذلك، وأود أن أضعه في صورة أشمل، وهو أن الربيع العربي مهما بدت الصورة اليوم في كثير من دول الربيع العربي سوداوية، إلا أني أعتبر أن الربيع العربي هو الفعل وما دونه هو ردة فعل. استطاع الربيع العربي كفكرة، أنا أتكلم عن أفكار الربيع العربي التي ما زالت صامدة إلى الآن بأنها هي الفعل وما بعدها كان ردة فعل. فاستطاعت الثورة اليمنية على وجه أن تقنع الفاعل السياسي متمثل بالسلطة أو حتى النخبة السياسية وحتى من أراد أن ينقلب على السلطة، حاول أن يعني يجمل نفسه بالانتماء إليها كالحوثيين وغيره، وبالتالي أصبحت هي الفكرة السائدة، فكرة الربيع العربي كانت نتيجتها هو أن يصبح يوم 11 فبراير هو يوم الوطنية. طيب دعنا نشرك معنا في النقاش أستاذ جمال الدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الأنوار عليك وعلى الإخوة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك دكتور. يعني هذه العملية السياسية في اليمن التي كانت في العام 2016 التي شهدت الكثير من التحولات من مراحل الشد والجذب مع خاصة على الصعيد الخارجي والمفاوضات في أكثر من محطة، كيف تقيمها السلطة الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كانت المعركة السياسية على أشدها في عام 2016، وهناك مواقف غير معلنة، يعني على سبيل المثال كان هناك جت في لحظة من اللحظات السفارات كلها تريد العودة إلى صنعاء وكأنه اعتراف بطبيعة الأمر الواقع أو بحكومة الأمر الواقع للحوثيين، لكن يعني الدبلوماسية اليمنية والقيادة السياسية واجهت الموقف بحنكة واستطاعت أن تقنع العالم بأن هناك انقلاب وفوضى وانعدام أمن ولا يمكن التسليم بهذا، وإلا لساد العالم شريعة الغرب. الشيء الآخر أيضا
للمعارك الحقوقية السياسية التي خضناها في مجلس حقوق الإنسان بعد أن كاد أن يتم تدويل جانب الحقوق في قضية اليمن وفقا لأهواء معينة. وطبعا الائتلاف الحقوقي وزارة حقوق الإنسان وتدخل أيضا شخصي من وزير الخارجية إلى جانب الدبلوماسية العربية والجهد العربي المبذول في هذا الجانب، استطاع أن ينتزع تفويض للجنة اليمنية المكلفة أو المشكلة من قبل الرئيس والمكلفة بالتحقيق في قضايا حقوق الإنسان. هاتان محطتان فقط أردت الإشارة إليهما على ما كان يدور من صراعات سياسية وعلى المعارك التي خاضتها الشرعية في هذا الجانب. طيب، من الملاحظ أن السلطة الشرعية وخلال جميع جولات المفاوضات التي كانت في العام 2016 وحتى في المباحثات التي تجري من حين إلى آخر بخلاف جولات المفاوضات، كانت تضع المرجعيات الثلاث كمرجعيات عليا سياسية. هل ستستمر في هذه يعني في هذا التمسك بهذه المرجعيات، وهل باتت يعني أو لا زالت هذه هي السقف الأعلى بالنسبة للشرعية؟ طبعا بالنسبة للمرجعيات لا تراجع عنها، لأنه كما أكد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أن أي حال خارج هذه المرجعيات إنما يؤسس لصراع مستقبلي وأزمات مستقبلية. وقد لاحظنا أن هناك استجابة للأخذ أو للعودة للأخذ بهذه المرجعيات لأن العالم كان قد سلم بها. نجد أن الاجتماع الرباعي الأخير في جدة خرج بالتأكيد على أن هذه المرجعيات هي مرجعيات الحل اليمني، لأنه كلام لا منطقي عندما نتجاوز هذه المرجعيات. يعني قرار الأمم المتحدة ينص على أن هناك انقلاب يجب أن يزول لكي يعود اليمنيون إلى المسار الذي توقفوا عنده مع حدوث الانقلاب. إذا تجاوزنا هذه النقطة كيف ستكون هناك عملية سياسية؟ كيف ستكون هناك يعني فعلا شراكة وطنية لبناء وطن حقيقي على أسس سلمية؟ لابد من إزالة الانقلاب والعودة إلى المسار الذي كان محط رعاية العالم وإعجاب العالم. ولعلنا نعيد للأذهان أنه كانت هناك قرارات تصدر من القيادة اليمنية الشرعية ممثلة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وكان يصدر تأييدا لها من مجلس الأمن، وهو ما لم يحدث مع أي قرارات تصدر من قبل دول العالم. يعني أن النموذج اليمني الذي كان ماضي في طريقه كان نموذج مقبول عالميا، ويمكن أن يتم الاحتذاء به أو تمثله لحل كثير من مشاكل الصراع. لكن في هذه النقطة دكتور، لكن في هذه النقطة هناك من يطرح على أن الحكومة الشرعية وهناك الكثير من التجاوزات والأفعال الفظيعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال الفترة التي تستمر من منذ أن صدر القرار 2216 وحتى آخر جولات المفاوضات، هذه الفترة ليس لها قرار أو يعني مرجع في داخل هذه المفاوضات يحمل ميليشيات الحوثي أعباء ما تم بهذه الفترة، ويحملون الكثيرون أيضا أن الحكومة لا ترفع السقف في المطالب السياسية أمام المجتمع الدولي والغرب، وبالتالي أو أمام المجتمع الدولي والإنقلابيين، وبالتالي هناك نوع من التماهي بين وجهة النظر الشرعية ووجهة نظر المجتمع الدولي في نهاية المطاف. لا، ليس هذا. يعني دعنا نسلم بأنه تداخلت الكثير من الأجندات، ومن ضمن أجندات دولية فكشفت في الأخير بخارطة الطريق وفي محاولة كيري التي أجمع الكثيرون على أنها محاولة في الوقت الضائع. الحكومة الشرعية لم تقصر في طرح هذه التجاوزات والخروقات والانتهاكات أمام المجتمع الدولي. ودعني أضرب أمثلة، يعني مثلا قضية المختطفين والمخفيين قسرا، هناك جهود بذلت سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد منظمات المجتمع المدني أو على صعيد الفعاليات أمهات المخبيين قسرا وذويهم، ولكن لم تكن هناك أي استجابة دولية. يعني بمعنى أن الشرعية وجدت أن الأجدى هي التوجه لبناء القوة الذاتية في الأخير لفرض الخيار الشعبي
بالقوة. لكن هناك الحديث على أن الشرعية أيضا لم تتابع الكثير من الموضوعات والأشياء المهمة على الصعيد السياسي الدولي، مثل لجنة العقوبات الدولية وما صدر عنها وما يعني يترتب عليها من أشياء وتداعيات، ولم تهتم كثيرا بمحاولة تقييد يعني حركة الانقلابيين خارج البلاد بشكل كبير في هذا العام. طبعا لعلني أذكر الإخوة المشاهدين الكرام أنه أولا تم تعيين العديد من السفراء، وتم استعادة السفارات كمؤسسات مختطفة من قبل الانقلابيين في معظمها. هذا جانب. الجانب الآخر، لجنة العقوبات لم يحصل فيها أي تراجع، لا زالت تعمل يعني ترصد الخروقات أو التجاوزات وقراراتها التي اتخذت بمعاقبة المخلوع وابنه وعبد الملك الحوثي ومن معه، لا تزال يعني ما حصل تراجع إنه مثلا رفع أسماء هؤلاء من قوائم العقوبات أو إلى آخره. وحتى التأكيد على أنه ليس هناك تراجع دولي بتأييد الشرعية، وأي تعامل كان مع ميليشيات الانقلابية مع الميليشيات الانقلابية هو تعامل الضرورة وليس اعتراف أو تسليم بشرعيتها، لكن كطرف يحمل السلاح لابد من الجلوس معه ومحاولة انتزاع هذا السلاح من يده. هذا ما أكده المبعوث الدولي وما أكدته أيضا شخصيات دولية، بل إن الأمريكان كانوا أكدوا لنا في مرحلة من المراحل أن القانون الأمريكي يحرم عليهم التعامل مع الميليشيات، وأن من حق أي مواطن يمني أن يرفع قضية على أي مسؤول أمريكي تعامل مع الميليشيات وفقا للقانون الأمريكي. وأعتقد أنه الآن بإمكان أي شخص صاحب مصلحة يعني كيمني يعني يرفع دعوة على يعني جون كيري وفقا للقانون الأمريكي الذي يحرم عليهم التعامل مع الميليشيات، باعتبار أن الميليشيات يدخل في إطارها ميليشيات القاعدة وداعش وغيرها من الميليشيات التي تعيث في الأرض فسادا أو عاثت في الأرض فسادا. طيب إذا أشكرك مستشار وزير الإعلام دكتور فيصل العواضي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة لك أستاذ جمال، هل كان فعل الشرعية على المستوى الخارجي في ملفات مثل متابعة لجنات العقوبات، في ملفات مثل محاولة تحييد القدرات الخارجية المالية والسياسية والدبلوماسية أيضا للإنقلابيين بالوجه الأمثل في العام 2016، ما هي الثغرات التي كانت في هذا الخصوص؟ أولا دعني نسلم أن كان هناك إدارة لمفاوضات الكويت على وجه التحديد بدت دبلوماسية الفريق اليمني والسلطة الشرعية بشكل يعني دعني أقول يخدم الشرعية ويخدم توجه الشرعية بشكل عام، لكن هناك كثير من الملفات لم يشتغل عليها بالشكل الكافي. على سبيل المثال نجد أن هناك أثر داخل الأروقة التي تصنع القرار ما قبل، دعني أقول في أثناء طباختي في أروقة سواء الأمم المتحدة أو في أروقة حتى أماكن صناعة القرار الأمريكي أو في بريطانيا، وجدنا أن هناك تحركات ممكن وصفها بالنوعية لمجموعات محسوبة على عبد الله صالح والحوثيين أحدثت بعض الإرباك، بينما ليس هناك فرق متخصصة لدى الشرعية تشتغل فقط بعيد عن التوجه الرسمي، تشتغل فقط على تعريف هذه دعني أقول يعني ممكن ما نسميها قوة اقتراحية على بعض الأماكن التي المهتمة باليمن والذي يمكن أن نسميها مطابخ لصناعة القرار ليتحول إلى قرارات وإلى توجهات في المجتمع الدولي. ليس هناك توجه كافي، توجه حقيقي، ليس هناك فريق، ليس هناك غرفة عمليات دعني أقول تشتغل شغلا يعني وعملا نوعيا في هذا الاتجاه. طيب هذا لمسناه يعني نحن نستغرب عندما تظهر لنا كمبادرة كيري أو غيره، هذه لا تأتي من فراغ، تأتي من لوبي يصنع، واكتشفنا أنه هناك حتى يعني قبول لها من قبل أطراف ربما في التحالف أو غيره مبني أو جزء من هذه اللوبيات التي تشتغل. طيب هذا الأمر يعني كيف يمكن أن يتجاوز في قادم الأيام حتى نخرج من هذه النقطة إلى نقاط أخرى، كيف يمكن أن يتجاوز وأن تعمل عليه الشرعية بشكل أكبر؟ وهذا ربما من بعض النقاط التي كنت أفكر فيها، كيف يعني دعني أقول نستقبل 2017 بطريقة تحفظ لنا أو تساهم في استعادة الدولة، من ضمنها هو هذا الملف، ملف كيف يتم التأثير
الإيجابي على مناطق القرار في سواء على مستوى المجتمع الدولي أو على مستوى الأمم المتحدة، كيف يكون هناك فريق عمل متخصص، ونحن لدينا قضية عادلة ولدينا كثير من الملفات التي نستطيع أن نمارس من خلالها الضغط ونمارس من خلالها التعريف. يعني أتفاجأ مثلا على سبيل المثال عندما تطلع على الإعلام الغربي وكيف يتناول القضية في اليمن، أن هناك دولة اسمها السعودية تغزو اليمن أو تحارب في اليمن أو تقصف في اليمن، هذا المشهد مختزل. إذن هناك خلل على المستوى مثلا التعريف للقضية والمستوى الإعلامي. الخلل هذا أنا بالنسبة لي يعني يمكن أن يلام به الشرعية ويلام به التحالف. التحالف أنت يعني تقوم بكل يعني بهذه المعركة المصيرية وبهذه يعني بصرف كل هذه الأموال، ثم هناك ملف كهذا الملف مهم جدا ويمكن خدمته ويتم إهماله بهذه الطريقة، يعني إهمال ينعكس أثره بشكل مباشر. فأعتقد أنه هذه من الملفات التي ينبغي العمل عليها وينبغي أن يفتتح بها 2017. طيب سنعود إلى النقاط التي تتعلق بالمحطات التي كانت في العام 2016، ومن ثم سننهي حديثنا بعد ذلك بكيف سيستقبل العام 2017 وما الذي يجب على الحكومة القيام به. لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. أستاذ جمال، مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستكمل النقاش مع ضيفي هنا الباحث والمحلل السياسي الأستاذ جمال المليكي. هناك نقطة الكثير ممن يتحدث على أنها تمثل محورية في خلال الأداء السياسي في هذا العام، وهي المحاولة المستمرة سواء للإنقلابيين أو للمجتمع الدولي في كثير من الأحيان لإزاحة الرئيس عبد الرب منصور هادي بشكل أو بآخر، وكذلك نائب الرئيس. هذا الأمر ربما هناك من يقول أنه تم تفاديه من قبل الرئيس بقرار تعيين بن دغر كرئيس للحكومة وعلي محسن الأحمر كنائب للرئيس. هل كانت هذه خطوة جيدة خلال هذا العام قام بها الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ ما تقييمك؟ تقييمي أن هذه كانت إحدى الخطوات التي ربما أعاقت هذا التوجه لدى المجتمع الدولي أو لدى جزء من المجتمع الدولي، وكذلك إيقاع المعارك على الأرض. يعني لو لم تكن هناك مقاومة استطاعت أن تستعيد جزء من الأرض لما استطاع هذه ولما استطاعت الشرعية أن تفعل ذلك. حتى ننظر إلى الموضوع بشكل أعمق من مجرد أنه التعيين هو الذي حمى هذه، بل أن هناك مقاومة على الأرض، لأنه إن لم تكن هناك مقاومة على الأرض سيتعامل العالم مع الحوثيين كأمر واقع. ولو كان هناك تقدم عسكري دعني أقول أكثر مما هو حاصل لكان موقف الشرعية التفاوضي أقوى من ذلك، ولا ما تجرأ المجتمع الدولي أصلا على أن يطرح فكرة كهذه. طيب سنكمل الحديث في هذه النقطة، لكن ينضم لنا أستاذ جمال رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، مساء النور، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير دكتور. هذا العام 2016 وما شهده من مراحل سياسية مرت، الكثير يتحدث على أن الأداء ربما كان أفضل من الناحية السياسية والدبلوماسية للشرعية، لكن بالتأكيد هناك تعثرات. كيف تقيم أنت هذا العام والأداء فيه؟ شكرا جزيلا. الحقيقة أن عام 2016 يعني نحن عندما نقارنه مع 2015 هو بالتأكيد كان حالة أفضل، لكن ما جرى في 2016 لم يكن عند مستوى الطموحات التي علقها الناس على أداء الشرعية
بذهاب العام 2015. عام 2015 كان معروف أنه عام ترسيخ الانقلاب، ويعني وما تبعه من مرارات وما تلاه من إجراءات غير قانونية، وما شهدته البلاد يعني من عذابات وحروب واقتتال وتفجير وإراق الدماء وإزهاق أرواح. ربما كان عام 2016 أقل ضررا مما كان في 2015، لكن الحقيقة في الجانب الآخر كان أداء الحكومة وأجهزتها في المناطق المحررة لنقل كان أداء باهتا وضعيفا بل وغائبا. ثم أن هناك أمر آخر، وهو أنه الشغل على الصعيد الخارجي يكاد أن يكون ميتا. يعني إذا كان الحوثيين وعلي عبد الله صالح يرسلوا وفودهم إلى كل البلدان ويتحركون على كل الجهات ويسوقوا قضيتهم، يسوقوا قضاياهم، يعني هنا في بريطانيا عشرات الفعاليات اللي أقامها الجماعة اللي لا يبلغ عددهم أصابع اليدين، بينما الشرعية لم يفكر وزير أن ينزل إلى دول أخرى ويشرح القضية ويستقطب ويستقطب الفرص المتوفرة. الناس ما يزالوا يتعاملون مع رئيس الجمهورية ومع حكومته إنها الحكومة الشرعية التي تستحق أن يجرى التعامل معها، بينما الأخوة مستنكفين ويعني ويتعاملوا ببيروقراطية كالموظف الكسلان، يعني كما يفعل الموظف الكسلان الذي ينتظر يوم الراتب. أنت في وضع حرب، والحرب لها أدوات كثيرة، حرب إعلامية وحرب سياسية وحرب عسكرية وحرب اقتصادية. يعني المواطن في صنعاء يشعر في الأمان، والطيران التحالف يحلق كل يوم فوق رأسه، يشعر بالأمان أكثر من المواطن في عدن وشبوة ولحج الذي لا يدري من أين يأتيه المتفجرات ومن أين يأتيه العدوان، في ظل سلطة تقول أنها شرعية. أعتقد أن مستوى أداء السلطة هو مستوى باهت، وهو ما أدى إلى تأخر حسم المعركة في الميدان. طيب ماذا عن الصعيد الدولي، الفاعلين في الملف اليمني؟ هناك الكثير من اللاعبين سواء على مستوى الإقليم أو على المستوى الدولي، أو حتى هناك المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. هؤلاء كيف كان أداؤهم في هذا العام، وهل نجحوا في تحقيق مصلحة مشتركة ما بينهم وبين اليمن، أم أن الأمر كان أكثر تنفيذا لأجندتهم الخاصة؟ أنا بالنسبة للعلاقة مع الأطراف الدولية، أنا عندي إحساس أتمنى أن يكون خاطئا، وهو أن الأطراف الدولية والقوى الفاعلة، ليس فقط منظمة الأمم المتحدة لكن أيضا القوى الرئيسية، روسيا، أمريكا، البلدان الأوروبية، لا تثق كثيرا بالسلطة الشرعية. لا تثق كثيرا بمعنى أنها تشعر بأن السلطة الشرعية غير مؤهلة لإدارة الدولة بنجاح، بدليل أنه يعني حتى الآن يعني السلطة الشرعية لم تستطع أن تبني مؤسساتها. نحن لنا سنتين منذ انسحب، يعني سنة وخمسة ستة أشهر منذ انسحب الإنقلابيون من عدن ومحيطها. في السنتين تستطيع أن تبني دولة كاملة، من أصغر موظف إلى رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة كاملة. طيب أنت حدثت دكتور صالح. نعم دكتور، أنت حدثت عن عدم ثقة، لما يعني ما هو الذي سبب عدم الثقة هذه؟ الشواهد على الأرض لا تعطي ثقة، الناس يتعاملون مع الشواهد على الأرض. الحوثيون يوفرون الأدوية ويوفرون الأمان ويوفرون الخدمات ويوفرون بكلفة عالية مرتفعة طبعا، وفي تجارة وفي سوق سوداء وفي مخالفة، لكن الانقلاب وحده هو جريمة، وكل ما يترتب عليه هو جريمة حتى لو كان، لكن الأخوة عندهم سلطة، عندهم دولة، عندهم اعتراف دولي، عندهم مؤسسات جاهزة، عندهم مساحة منها أكثر من 400 ألف كيلو متر مربع، مش قادرين يوفروا كهرباء لمدة 5 ساعات، وهذه كتبتها أنا اليوم عن الفساد. يعني طيب دكتور، يعني برأيك هذا لا يزرع ثقة عند الطرف الدولي الذي لا يستطيع أن يوفر كهرباء لا يمكن أن يدير دولة. طيب دكتور، يعني برأيك هل أيضا امتدت حالة عدم الشك التي تتحدث، أو الشك وعدم الثقة التي تتحدث عنها، من الدول العظمى والقوى النافذة في اليمن أو العاملة في اليمن إلى دول الخليج أيضا المتحالفة مع السلطة الشرعية وفق التحالف الدولي المعلن العربي المعلن؟ أعتقد أن
أن الدول الشقيقة الداعمة للشرعية غير راضية عن مستوى أداء الحكومة الشرعية، وأعتقد أنه هذا أنها محقة إلى حد ما. لكن أيضا على هذه الدول أن مثل ما بتساعد في الميدان والأسلحة وتوفير وحتى الدعم يعني في بعض الخدمات الطبية والتعليم وهذا، أن تساعد في الاستشارة السياسية، أن تقدم استشارات. يعني أنا بقول مثلا تجربة الإمارات وبالذات إمارة دبي في إدارة العملية الاقتصادية تجربة ناجحة 100%، أفضل من الصين ومن يعني ماليزيا وسنغافورة. لو مثل هذه الاستشارات الدول الشقيقة تركز على موضوع التنمية وموضوع توفير الخدمات، موضوع البناء الإداري، البناء المؤسسي لجهاز الدولة في المناطق المحررة، أعتقد أنه هذا سيكون أيضا سيضاف إلى خدماتها الجليلة التي ساعدت في موضوع المواجهة العسكرية. إذن أشكرك رئيس مركز شمسان للدراسات دكتور عدروس النقيب، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أستاذ جمال، هذه الجدلية التي تقوم بناء على أن الحكومة الشرعية قصرت في المناطق التي تحت سيطرتها، بالتالي انعكس ذلك على الدول الداعمة من ناحية فقدان الكثير من الثقة كما يقول الدكتور عيدروس مثلا، وما بين السلطة الشرعية التي تتحدث عن عدم وجود دعم كافي لها من هذه الجهات. وسط هذا الأمر، على من يلقى اللوم في هذا الأداء؟ ولا شك أن هناك صعوبات وعقوبات، يعني عقبات كثيرة جدا أمام أن تنجز السلطة الشرعية إنجازا حقيقيا على الأرض. لكن بالوقت نفسه هناك مسؤولية مضاعفة أن يتم هناك ابتكار أفكار، وأن يكون لدى هذه الحكومة من الخيال ما يتناسب مع طبيعة العقبات التي تحصل، لأنه لن يقبل هذا العذر في ظل أنك تريد أن تنتصر في حرب. أنت لا تريد أن تسقط اللوم، يعني إسقاط اللوم من السهل أن تسقط اللوم عنك، لكن أنت لا تريد فقط أن تسقط أنك لست ملاما، لكن أنت تريد أن تكسب معركة. في هذا السياق ينبغي أن تبذل جهدا مضاعفا في أن تخدم ولو في ظرف صعب، وأن تقدم خدمة في ظرف صعب. ونحن اكتشفنا أنه عندما تم التركيز على بعض الملفات، على سبيل المثال ببساطة، على بساطة الموضوع إلا أن رمزيته مهمة، موضوع الجوازات ونقلها وإصدار الجوازات كخدمة للمواطنين، حلت مشاكل كثير من المواطنين الذين كانوا على سبيل المثال يريدون المغادرة لسبب أو لآخر، أو يريدون أن يذهبوا للعلاج أو للهروب حتى من الميليشيات أو لأشياء كثيرة جدا. فمن هذه القصص التي تخدم المواطن بشكل مباشر اكتشفنا أنه عندما تم التعامل بجدية كان هناك حلا. إذن كثير من الملفات كانت تحتاج مثل هذا التركيز. كما قلت مرة أخرى، هذه الجدلية تحل أنه ليس فقط يعني لا تبحث الحكومة ولا الشرعية عن ألا تلام، ولكنها تبحث أن تنتصر في معركة. جزء من الانتصار من المعركة هي أن تحقق ما أسميه دائما روح الشرعية، روح الشرعية متمثلة بالاقتراب من المواطن البسيط الذي يشعر ويحس أن هناك شرعية تقترب منه، وبالتالي يتم مخاطبة حتى الإنسان الذي يقع في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي، فيصبح خلينا نقول وجدانيا هو مع الشرعية، ولا تصبح الإشاعة ولا يعني هي غير راسخة الرسوخ الكافي أن المناطق التي تحت سيطرة الحوثي تعيش في أمان وسلام يعني هي في النهاية هناك إشكاليات ربما كبير مهددة كبير، والإنسان والناس يعيشون في خوف دائم وكثير من الإشكاليات التي وشاهدنا ربما حوادث المجاعة وما شابه في الكثير من المناطق وفقدان حالة يعني المياه والخدمات الصحية إلى آخره. هل فقد الملف اليمني سياسيا الزخم على المستوى الدولي دكتور أستاذ جمال؟ يعني مثلا في مفاوضات جنيف الأولى كانت سيطرة الحكومة الشرعية على الأرض أقل مما هي الآن عليه بشكل كبير. الآن في التحركات الأخيرة الحكومة الشرعية بحسب كلام السلطة يعني تسيطر على أكثر من 83% من الأرض، لكن مع هكذا يقيم الكثيرون أن أداءها بات أكثر هزيلا أكثر من اللازم. هل فقدت زخما على المستوى الدولي؟ دعني أقول أنه ربما حدث هناك استرخاء، ربما في الثلث الأخير من العام، في بداية الثلث الأخير من العام حدث هناك استرخاء، أعتقد أنه هو الذي أدى إلى هذه الإشكاليات. هذا الاسترخاء من وجهة نظري حدث من كل الأطراف، سواء في الشرعية أو في التحالف، في اتجاه الحسم. هل كان هذا الاسترخاء هو إعطاء فرصة للحل السياسي؟ باعتقادي أنه إعطاء فرصة للحل السياسي لا يعني التوقف، وإعطاء فرصة للميليشيات بإعادة ترتيب أوراقها كما حصل، ولكن كان المفترض أن يحصل هذا في اتجاه فرض أمر واقع جديد على الأرض.
هو ما لم يعني واضح العالم يقول لنا رسالة واحدة. يعني نحن إذا أردنا أن نقرأ ماذا يريد أن يقول لنا العالم من خلال هذا الدلال لجماعة الحوثي في بعض التصريحات دعني أقول أو في بعض المبادرات الأخيرة التي سمعناها، سببه أنه يريد أن يقول أنه الأمر أمر الواقع على الأرض يجعلني أقدم هذه المبادرات. إذا على التحالف وعلى الشرعية أن يوجد أمر واقع على الأرض، أن يحسن شروطه التفاوضية من الناحية العسكرية على الأرض. إذا فعل ذلك سيتغير دعني أقول وجهة نظر المجتمع الدولي ووجهة نظر بشكل أساسي هنا، وربما الملفات الأخرى وهو التعريف في القضية، الملف الإعلامي، الملف الحقوقي، العمل على أكثر من ملف، باعتقادي أنه ربما يعدل هذه الصورة بشكل أساسي، لأنه أمام حرب دعني أقول لها أكثر من وجه. يعني ربما يجب على الشرعية أن أفهم من كلامك أن تفعل أكثر الأدوات الطبيعية في أي معركة تخوضها، خاصة هناك من يتحدث أو يعيب على الحكومة الشرعية أداء في الجانب الإعلامي، كيف تقيمه أنت بتعامل مع الرأي العام، الحشد، حتى كذلك التعامل مع المنظمات الدولية، وسائل الإعلام الدولية، هل تصل وجهة النظر الحكومية أو السلطة الشرعية في الأوساط الشعبية مثلا في أوروبا أو في أمريكا، هل تجد صدى هذه القضية اليمنية؟ هو أنا أعتقد كما تحدثنا أن هناك إشكالية تعريف، العالم يقرأ المشهد في اليمن للأسف الشديد، كثير من دعني أقول من المحطات الإعلامية التي يسمعها الرأي العام الغربي هي محطات تتبنى وجهة نظر أن كل ما يحدث في اليمن أن هناك دولة اسمها السعودية تقصف في اليمن وهناك ضحايا. هذه للأسف تختزل القصة ويتم الشحن العاطفي في هذا الاتجاه، هذا على المستوى الدولي والمستوى العالمي. بالنسبة لخطاب الشرعية داخل الأراضي اليمنية، يعني ليست هناك حلول إبداعية. على سبيل المثال يستطيع الشرعية أن توجد إذاعات على سبيل المثال على الحدود اليمنية، على الحدود التي مسيطرة عليها، سواء من جهة حدود مع السعودية أو من جهة جبهة مارب أو من جبهة صعدة، ليس هناك خطاب يخاطب المواطن البسيط الموجود في داخل المناطق التي يسيطر عليها. على سبيل مثلا هناك حلول لا تكلف الكثير من المال في سياق أن هناك أموال يدفعها التحالف أو يدفعها. لماذا يعني لا نجد أن هناك تفكير خارج النمط التقليدي في إيصال الفكرة وفي مخاطبة إنسان الشارع البسيط، لأن هناك في المقابل محاولات جادة في مخاطبة رجل الشارع البسيط بلغة بسيطة فيها كثير من المغالطات المنطقية تستخدمها الميليشيات ويستخدمها علي عبد الله صالح وأحيانا تنجح. وبالتالي ما لم يكن هناك رسالة إعلامية مواجهة تفكك هذه المغالطات، سنكون أمام إشكالية حقيقية. طيب الآن على الصعيد الدولي هناك حديث على أن الانحياز لميليشيات الحوثي قد يتوقف، خاصة على مستوى دولة مثل أمريكا وكذلك اللوبيات هناك، سيتوقف عندما تتغير الإدارة الأمريكية، ولابد من الانتظار إلى حين تغير الإدارة وتجددها في 20 يناير المقبل. هل فعلا سنشهد تغيرا للأفضل في ناحية تعامل أمريكا حتى المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة تجاه الملف اليمني في حال تغيرت الإدارة أو كما هو متوقع؟ أنا شخصيا لست مع فكرة الانتظار. على الشرعية وعلى التحالف أن يفعل ما هو مطلوب منه على الأرض. إذا فعل ما هو مطلوب منه على الأرض على وجه كامل، على وجه يقترب من الكمال، سوف يتعامل معه أي إدارة قادمة. فرض أمر واقع هو الذي سيجعل القادم أيا كان يتعامل معي بشكل يخدم قضيتي. إذا قصرت بما هو يعني مطلوب مني وبما تفرضه علي اللحظة الراهنة، سواء كشرعية أو كتحالف، مهما كانت الإدارة القادمة لن يكون موقفها في صالح قضيتي. وبالتالي التركيز على فرز ما هي الملفات، يعني أن يكون هناك تفكير نقدي. كان هناك كثير من الإيجابيات سلمنا بها، لكن ما تحتاج الشرعية ليس الإشادة بالإيجابيات، ما تحتاج الشرعية في الوجه الحالي أن يكون هناك لجان حقيقية يسمع لها وتكون تقدم تحليل نقدي واضح ما هي الملفات الشائكة التي كانت معيقة لإنجاز أفضل في عام 2016، وبالتالي يتم العمل على هذه الملفات بشكل منهجي وبشكل نوعي وبشكل دعني أقول في تفكير غير تقليدي يقدم حلول تتناسب مع طبيعة وخطورة وحساسية اللحظة. طيب أستاذ جمال، بسؤال أخير بعجالة إذا سمحت، ما هو التوقع للمسار السياسي لعام 2017؟ أنا أتوقع أن يكون عام 2017 خطوة دعني أقول مهمة جدا في اتجاه استعادة الدولة، وعلى مستوى أشمل
في الانتصار لفكرة الربيع التي انطلقت في 2011، باعتقادي أنه إذا اعتبرنا 2011 انطلق فيها الربيع، ما بعدها من سنوات كان ردة فعل في صالح الثورات المضادة، باعتقادي أن 2017 سيكون في صالح فكرة الربيع واستعادة الدولة والاتجاه نحو الكرامة والعدالة وبناء دولة للمواطن اليمني يعيش فيها كل المواطنين اليمنيين تحت سلطة القانون وفي حرية وكرامة وعدالة إنسانية. ربما الموضوع يكون صعبا وفي كثير من العقبات، لكن نحن متجهون بهذا الاتجاه ولا شك. أشكرك الباحث والمحلل السياسي أستاذ جمال المليكي، كنت معنا في الاستوديو بهذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. تقبلوا تحياتي في نهاية هذه الحلقة أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء محمد المقبلي وإلهام عامر وبقية أفراد طاقم الفني. إلى اللقاء.